السلام عليكم. دابا غنطيب معكم العدس باللحم والخضره. نديرو الزبده ونقليو اللحم مع زيت العود فين نقلي اللحم. عندي شي نص كيلو ممكن ديال اللحم. العدس كيجي بزاف الطريقات بالخضره. كيجي بزاف الطريقات. مكيجيش مرات عارف وحده بالتقديد مكيجيش حتى بالخضره. ديرها العدس هنا يتسلق باش تحيد من هذاك الحموضة ديالته اللي كدير الحرقة واللي كدير المعدة. داك الما ديالو اللي كيكون كنسلقو هو الأول. دابا هو اللحم كيتقلق الزبدة وزيت العود. دابا غادي نحيدو شوية. دابا غادي نرمي البصلة غادي نروح نقلي الحتومة بحال هكا. غادي نلوح الحتومة بحال هكا بجلوفها ما نحيدش لها الجلوف. دابا تقلات البصله مع الثومه هنايا درت جوج خايز زوات قطعتهم. تقلاوكم مزيان. هنا درت جوج بوروات كانوا عندي صغار. اذا كانوا عندكم كبار ديروا على وحده. وغندير واحد المعلقه ديال الدقيق معلقه صغيره. تقل لي شويه المرقه. جربوا هاد الطريقه ديال العدس مع الخضره. كاينين بزاف الطرق ديال العدس باش كديرو باش كيطيب ماشي غير بالقديد ولا كيجي بزاف الطرق. الا بغيتي شي طريقه اخرى ديال العدس عاوتاني اللوبيا الطرق ديال نديرها لكم. دابا غادي نرجع اللحم لبلاصتو.
دائره، هذه شويه حمره حاره، ما عنديش حلوه. الكمون، هنا اللي ندير الماء ديال الملحه، ندير الملحه هنايا، الملحه الفانيليه. عرفتي الريحه ديال الحل، الحل اللي مبخره لان شويته درته في الزبده وزيت العود، معطى ريحه الكمون، والله العظيم الحل مبخر. غندير دابا الماء ديال الخضره، عاد نزيد عليه طاحنه مطيشه، طاحنه شي ثلاثه المطيشات اللي طاحناهم هنا، ما درتش مطيشه ودابا غادي نخليه يتقلى. ندير شي جوج ريوز ديال الفلفل الكارما باش تعطينا البنه، ماشي الكاع. دابا العشا كيوجد، انا غادي نغسل المواعين. دابا هاد لي رميلات ستابل، دابا غادي ندير العدس، العدس لي سلقت، سلقت نص القاع حيت من داك الما ديالو لي كيدير الحركة و كيدير المعدة. جربوا الطريقه و غادي يعجبكم، والله يتجبني بلا ما نحلف لكم، جربوا كيف ما درت غادي يجيكم زوين. شان طاب، ما زدت فيه لا ما لا والو، ها المطيشه اللي درت والماء ديال الخضره اللي كنت مصوبه، هو هذا هو العشاء، هو طاب وصوبت الفروت كيما صورت، مش مبغيتش الفيديو يجيني طويل، درت الفروت حتى هما درتهم، عطاك عاد التليفون يطيح ليا. ها هما الفروت اللي صوبت، معاهم الزبيب، الكركاع، اللوز، الليمون. حتى شي مره نصوبها لكم هاد الشلاطه، كتجي زوينه من يعني في العشاء، من ورا العشاء. ودرت الروز مع هاد المرقه. يلا نشوفكم ان شاء الله في الاكله الجايه.